السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وبأحسن الأحوال. فيديو ديال اليوم هو طاجين مغربي على حقو طريقو اللي كيجي أكثر من رائع، طريقة التحضير سهلة والمكونات كذلك. تبعوا معايا حتى الأخر باش تشوفوا الطريقة والمقادير. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، غادي ناخد واحد الطويجين غندير فيه زيت الزيتون، غنزيد فيه هنا بصلة مشلضة صغيرة مع جوج دروز ديال الثومه كيف ما كتشوفوا، كنخلط العناصر مع بعضياتهم حتى كيتجانس ليا الخليط كيتشحر ليا مزيان. غنزيد هنا اللحم ديالي، كيبقى الكميه على حسب عدد الافراد اللي عندكم. كنزيد عليهم هنا مطيشه محكوكه وحده، غادي نزيد رشيشه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق، هنا شويه ديال الفلفل الاسود، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الكركم. كيف قلت لكم التوابل كتبقى على حسب الكميه اللي دايرين، كذلك هنا غنزيد شويه ديال راس الحانوت، وغادي نزيد كذلك هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس. غادي نخلط دوك العناصر مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معايا، حتى كيتقلى ليا داكشي مزيان. هنا غادي نزيد من بعد كاس ديال الماء سخون كيف ما كتشوفوا معايا، اللي غادي يطيب فيه داك اللحم ديالي، وغنسد عليه حتى غادي يدير تقريبا نص طيبه عاد باش غادي نقدر نزيد الخضره ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا، من بعد ما طاب ليا شويه ديال اللحم، غير حقاش الخضره كطيب فيه ساعه وكيقدر يشد الوقت، غادي نزيد هنا البطاطا، كنحطها على هذه الطريقة كيف ما كتشوفوا. الطاجين المغربي راه أي واحد كأي مغربي كيعرف يصوبو، غير كل واحد والطريقة ديالو. كيكون ساهل ولكن بنين بزاف. هنا كنزيد جلبانة، من بعد كناخذ هنا خيزو ولا الجزر كنحطو كذلك على هذه الطريقه، ونزيد شويه ديال القرعه الحمراء الخضراء، المهم كيبقى الخضر اللي متوفره عندكم تقدروا ديروها. انا غير هنا فكره كيفاش قدمتو على الطريقة كيفاش زينتو وشنو اللي خديت فيه. كيف ما كتشوفوا معايا زدت هنا شوية ديال الزيتون، وغنعاود ندير رشيشة ديال القزبر والمعدنوس، وها هو الطويجين ديالي كيف ما شفتوا معايا كيفاش استفتو. غيبقى ليا هنايا غير غادي نزيد واحد الفليفله حاره غنحطها من الفوق، وغادي نسد داك الطواجين ديالي. سمحوا ليا راني سديت من بعد تفكرت عاد باش حطيته،
صافي كيف ما كتشوفوا هنا، من بعد ما كيطبخ ليا الطاجين شويه ما كنزيد لا ما لا والو، حقاش الدجاجه الخضراء غتطلق الماء ديالها، كنخلي فيه عاد داك الصوص اللي كانت فيه في الاول، وكنبدا نغطي بها الخضراء باش تشرب الخضره كامله ديك لاصوص حتى كيطيب الطاجين ديالي. وكيف ما كتشوفوا ما كياخذش الوقت بزاف، وها هو الطاجين ديالي طاب، كيجي لذيذ بزاف كيف ما شفتوا معايا، ما تشبعوش منه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. خليتكم على خير وبصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.